خلينا بقى نتكلم عن واحد من التواريخ المهمة جدا، ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد 9 مارس، ذكرى لروح الشهيد الطاهرة، وبتعتبر فرصة عظيمة إن احنا نتعرف على عقيدة وشجاعة الجندي المصري. ضحى بروحه ودمه فنزل منزلة الشهداء فداء لكرامة الوطن الذي نعيش فيه ويعيش فينا. ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد تأتي تقديراً لروح الشهيد الطاهرة وفرصة لمشاركة ذويهم ذكراها العطرة بكل فخر واعتزاز. لتتجلى في ذلك اليوم العقيدة العسكرية للقوات المسلحة التي لم تتأثر ولم تتغير، بل تزداد قوة وصلابة مهما تغيرت وتطورت أشكال الحرب. عقيدة تأتي إيماناً من الجندي المصري الراسخ بالحفاظ على أرضه باعتبارها قضية مرتبطة بشرفه. لتحيي مصر في 9 من شهر مارس من كل عام يوم الشهيد، اعترافاً بجميل وفضل شهدائها الأبرار. ففي هذا اليوم من عام 1969 استشهد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة آنذاك، حينما توجه للجبهة في اليوم الثاني لحرب الاستنزاف ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق، وليكون بين أبناء قواته في فترة جديدة تتسم بطابع قتالي عنيف ومستمر لاستنزاف العدو. وأثناء مروره على القوات في الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية أصيب الفريق رياض أو الجنرال الذهبي كما كان يلقب بإصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران، وفارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية ليخرج الشعب بجميع طوائفه في وداع نصر مصر، مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق. دماء الشهيد عبد المنعم رياض وغيره من شهداء مصر سقط ولا زالت تسقي تراب الوطن لترويه من فيضها، فبنت الرفعة والمجد وحققت الأمن والأمان ليسجل التاريخ بإخلاصهم على صفحاته المقولة الخالدة مصر مقبرة الغزاة، فجسد درع وسيف الوطن في أبهى صوره، لتبقى الشهادة أسمى درجات الفداء من أجل مصر التي ستظل بمكانها ومكانتها نقطة الالتقاء لكل روافد الحضارة الإنسانية، ومصدرا لصوت الحكمة والعقل، ونموذجا فريدا للوسطية والاعتدال تخاطب ضمير الإنسان وتقهر الجهل والتشدد والإرهاب. سلام! سلام! ذكرى استشهاد الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض لا تنسى ابدا، رئيس حرب القوات المسلحه الاسبق في حرب الاستنزاف، يوم ليه رمزيه مهمه جدا في تاريخ العسكريه المصريه، بيدي اكتر من رساله، فكره ان القائد بيمر على الجنود بيتقدم الصفوف في الجبهة، وكان وقتها الجنرال الذهبي الفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة عبد المنعم رياض كان وقتها في أهم منصب للجيش المصري، لكن ده لم يمنعه من أنه ينزل الجبهة ويتقدم الصفوف. العقيدة العسكرية المصرية لا يعني تتزحزح أبدا أو لا تتغير من أصغر جندي وصف ضابط مرورا بكل الرتب العسكرية حتى القادة العسكريين. يوم لا ينسى في ذاكرة المصريين استشهاد الجنرال الذهبي الفريق عبد المنعم رياض.